الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين سيد الملائكة والبشر والإنس والخلق أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الذي أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مباركا طيبا آمين يا رب العالمين. هذا يوم من أعظم الأيام، وهذه ليلة هي أعظم الليالي على الإطلاق، والحمد لله استجاب الله دعاءنا. دعونا الله أن يكتبنا الله معكم في هذه الليلة، في هذا المكان، في هذا الزمان. وجمعنا الله واستجاب الله لنا هذا الدعاء، وكتب لنا أن نكون في هذا الشرف الأعظم، أن نكون مع أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم في ديوان الصلوات الشريف المبارك الذي جعله الله رحمة لأهل هذه البلاد، مع إخوة أفاضل وعلماء أكابر، ومع هذا الأستاذ، أستاذ نظام الدين المجاهد. هذا ليس داعية وليس شيخ وليس عالم، هذا مجاهد كبير وعاشق للنبي صلى الله عليه وسلم. ببركة حبه صنع مثل المعجزات، وفعل ما جعلنا نستحي منه، وهو حجة على كل الحاضرين والسامعين وحتى الغائبين. عندما نريد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا صادقا، سيرى الله سبحانه وتعالى وسيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترى الملائكة عمل هذا المحب الصادق. وكيف يترجم الله هذا المكنون، هذا الدر المكنون في الصدور، ويجعله على الأرض واقعا شرفا نورا بهاء جمالا سناء عزة فخرا مجدا عظمة. صدق الصادقين، تأبى غيرة الله أن تدفن في صدور الصادقين إلا أن يظهره الله على ألسنهم، على ألسنهم وأعمالهم وأفعالهم. وإن أبوا خفاء وحياء من الله فنورهم في وجوههم، خير الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم. مهما أخفى الصادقون أحوالهم وأعمالهم وإخلاصهم، تأبى غيرة الله على العباد إلا أن تظهرها ولو نورا شاهدا على ما في قلوبهم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يكتبنا الله في أعظم ليلة، قال العلماء ليلة المولد النبوي الشريف أعظم من ليلة القدر، لأن ليلة القدر غاية ما فيها أنها ليلة عبادة خير من ألف شهر. أما ليلة المولد هي مصدر كل العبادات، هي مصدر كل الخيرات، هي مصدر النور كله، العمل كله، فهي أفضل حتى من ليلة القدر.